نخاطبكم بلغة المودة والأخوة والمحبة، أن العتبة تسعى جادة وجاهدة بكل إخلاص لخدمة المدينة المقدسة وأهاليها، أن نكون صفاً واحداً، فكلنا نجاور إمامين معصومين مفترضي الطاعة. فهنيئاً لكم هذا التأسي، وهنيئاً لكم عظيم الأجر أن نتمسك بإداء الشعائر الدينية عامة والحسينية خاصة. هذا ما أوصت به المرجعية الدينية الشريفة. فشهدت العتبة الكاظمية المقدسة مختلف المشاريع والأعمال، والكثير منها قيد الإنجاز، تأهيل الصحون الشريفة بما يتلاءم وراحة الزائرين الكرام. هذا كله يحتاج إلى أيد عاملة، تجهيز تلك الأقسام بالمعدات الحديثة لتنشيط السياحة الدينية في المدينة المقدسة، بأن نكون يداً وقلباً واحداً في خدمة أهل بيت النبي آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله منكم هذا الموقف المشرف لأهالي مدينة الكاظمية المقدسة ولمواكبها الأصيلة والعريقة. نسأله تعالى أن يسدد خطى الجميع، وأن يثيب كل من بذل جهداً ويتقبل منا هذا القليل.